الولا شحر والولا كريم شماي كم شهرين. هو في حد بيكاورس في المنطقة ولا إيه؟ كان فرح مين ده يا عمه؟ ده فرح كله. كله؟ كله دخل على أختي من غير ما يقول لي؟ إحنا مش متفقين الأربعة؟ الواد تحت حطوته قوي. عدى حدوده خالص. بقول لك أنا شكلي وحش قوي قدام نفسي؟ لا قدام نفسك شكلك حياتي، بس قدامي شكلك سفالة. أنت بتسخنني يا أجنبي؟ بسخنك قصيحة. طب تعالى يا عم كله. أوريك ده كله. ممكن بس بعد اذنك بس اغير الفستان؟ معلش. انت بتكلميني انا؟ انت عبيط يا بت. بقول لك ايه؟ انا مش عارف اصبر تاني، انت خلاص بقيت حلالي بلالي. اجيب لك من ابو اخر؟ انا عايز جمباز في قلب الاوضه. عايز العفش ده كله يتدشمل، عايزين ندمدم المله. معلش ما انا برضك مكسوفه يعني يا كله. هو في كده؟ ايه الالتزام ده كله مكسوفه؟ هو في خجل كده؟ في ادب كده؟ في قلة أدب كده؟ مين ابن الهرمة اللي بيخبط دلوقتي؟ إيه؟ إيه؟ يا عم بالراحة. إيه ده؟ إيه يا عم كله؟ في إيه يا اسطى؟ أنت ما بتكبرنيش ليه يا صاحبي؟ مش تعمل لزميلك حساب؟ أنا سايق رياضة، ما بعملش حساب لحد. أنت كده أبدا بحت الكلام. بقول لك إيه، الدخلة دي مش هتتم النهاردة. الاربع زي ما اتفقنا خش على تاني من جوه. يا مين اللي جبالك من جوه؟ انت تغف ياض، انت مالكش حكم على مراتي. مراتك ايه يا جدع؟ مع اختي يا ابني، ما تبقى مراتك. اختك متلاقاها عندكم في البيت. امال انت ايه، كتبت على امي؟ ولازم اتجوز حد من عيلتكو؟ انا اتجوزت البنت عزيزه. حسيسه مين؟ عزيزه بنت ام عزيزه. كعبي داير؟ ما تلم نفسك قد انت وهو، هي مين دي اللي كعبي داير؟ ما خدتش رأي ليه يا صاحبي قبل ما تقع حلوه حتي؟ احنا رجاله بننفذ على طول ما بنتكلمش. البت سمعتها زي الفل، وهي دي اللي تنفع الزوجه الصالحه. صالحه مين دي؟ اكس امباير. اكتم يا ابني. اجنبي بيلغيك في الصح يا صاحبي، قصدي قال لي كنت صاحبي. ولو مش مصدق شوف الفيديوهات اللي على تليفونه وبجوده عاليه قوي. اكتم يا ابني. صحه بيلغيك في الصح يا سبيلي، قصدي اللي كنت زميلي. ولو مش مصدق شوف الفيديوهات اللي على موبايله وبجوده احلى من موبايلي. اما عن بيسا فانا هتجوزها عشان استر عليها. اكتم يا ابني. ايه ده بقى؟ قفلت معانا زي الدومنا. افتكر يا عم كله اللي انت اللي حطيتنا في الوضع العجيب ده. ايه؟ يلا بينا يا اجنبي. خلي الموبايل معاك عشان تتفرج حلمتان براحتك، بس اوعى تخش على النت لحسن الباقه قربت تخلص.